يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الكتب يكتبون ابن تيمية الجد، وفي بعضها الأب، وفي بعضها الابن، فمن هو شيخ الإسلام منهم؟ عندنا ابن تيمية بيت، آل تيمية بيت علم، بيت علم كلهم، لكن المشهور فيهم اثنان: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية، هذا الجد عبد السلام ابن تيمية، هذا الجد مؤلف المنتقى، مؤلف كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، ومؤلف كتاب المحرر في الفقه، هذا هو الجد عبد السلام ابن تيمية. والثاني المشهور الثاني الحفيد ابن تيمية الحفيد، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، ابن عبد السلام هذا الحفيد، ذاك الجد وهذا الحفيد، هذان مشهوران في بيت آل تيمية. نعم. يقول: فإذا قيل الجد فالمراد به عبد السلام، وإذا قيل الحفيد المراد به شيخ الإسلام. نعم.